انت عم تبكي على الخاتم يعني؟ نيها بس انت رجعتي لي الخاتم وبعتي لي رسالة وداع فوقها وهلأ عم تبكي؟ نيها؟ طيب روقي. لا إذا بتريد لبقى تلمسني أرجون، بعد عني. شو صاير معك؟ نيها أنا ما جبرتك على شيء، قلتي لي إنه ما رح يكون في أي ارتباط بيناتنا بعد الحفلة، ليش عم تتصرفي بهي الطريقة؟ أرجون أنا ما عم بحكي عن الحفلة، عم أحكي عن اللي صار بعد الحفلة. شو اللي صار؟ نيها أنا ما بتذكر أي شيء بخصوص الحفلة، بصراحة مو متذكر شيء. أنا حكيت شيء غلط؟ تقاتلت مع شيء حدا؟ نيها لو سمحتي قولي لي إذا تقاتلت مع حدا. لا تعمل حالك نسيان. إيه؟ الكل كانوا عم يحتفلوا بس ما حدا تصرف بهالطريقة. ما بعرف شو كان صاير لك، كأنك ما بقى وعيت على شي بآخر الحفلة، ووقتها حاولت جهدي لحتى امنعك، بس انت لحقتني على الغرفة و... ايه؟ و... بس انا ما عم بقدر اقولها حتى. شو عملت قليلي؟ حاولت تتقرب مني بهداك الوقت. شو عم تخبصي؟ شو هالحكي؟ عم تكذبي؟ انتي مستحيل اعمل هيك شي حتى لو جنيت وفقدت عقلي. بس انت عملتها، انا ما عم كذب. كيف فيك تكوني خبيثة كل هالقد؟ ما بتخجلي من حالك تعملي كل هاد؟ انا وقتها حاولت امنعك بس ما رديت علي. الطريقة اللي تصرفت فيها ما كنت أرجون اللي أنا بعرفه. حاولت أمنعك بس أنت ضليت تتقرب مني وطلعت أنا سيئة. مفكرني عم أكذب؟ أي ماشي فرجيني موبايلك. موبايلي خالص شحنه. مو مشكلة بشحن لك يا. لنشوف مين الكذاب. ما عم صدق. هالشيء مستحيل.